استعراض لنتائج جولة تيار الاستقلال بقياداته وعلى رأسهم السيد المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال لتوضيح ما حدث في الجولة الأخيرة داخل دول أوروبا. ونبدأ اللقاء بكلمة فضيلة الشيخ علوي أمين من قادة تيار الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أن هيئة لمصر رجالاً تدفع عنها كل غائلة، وأصلي وأسلم على رسول الله من علمنا كيف يكون الجهاد في سبيل الأوطان. وهذا جهاد أو جهاد جديد لم تشهده الحالة السياسية من قبل، ولكن أن مصر الثورة التي قادها الشعب المصري في 25 من يناير، ثم توجتها ثورة 30 من يونيو، وكان لابد من توضيح الرؤى، وكانت الرؤية لابد وأن تكون في داخل مصر وفي خارجها. وتحمل تيار الاستقلال بقيادة السيد المستشار أحمد الفضالي هذه الثورة التي حملت في طياتها الدفاع عن الثورتين، وأن يشهد العالم الحقيقة. ففي الداخل كانت لنا صولات وجولات، أما في الخارج فكان آخرها في ثلاث دول محورية أوروبية، ولكنها توضح الصورة لأوروبا كلها. فكان اللقاء الأول في اليونان، وكما علمت أنه كان لقاء عظيم، ثم سويسرا، ثم توج بألمانيا، وكانت لقاءات إخواننا هناك مع المسؤولين أو مع المصريين تؤكد شيئاً واحد، أننا نسعى جميعاً من أجل مصر ومن أجل رفعة مصر حتى تعلو في سماء العالم رايتها خفاقة. الأخ الشقيق لي القمص بولس عويضة فليتفضل. أسعد الله مساءكم أعزائي. حينما يتكلم شقيقي حقيقة لا أجد من بعد كلامه كلام، فحلو البيان وجميل الكلام وحسن اللسان والمنطق يخرج من فم شقيقي فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور الشيخ علوي أمين. تربينا معا على تراب هذا الوطن، وشربنا من نيله وارتوينا، وتحت سمائه استظلينا، وعلى أرضه عشنا وتربينا، في رحاب الأزهر المحتضن للكنيسة، ومنارة الأزهر المرتفعة، ومئذنة الأزهر المرتفعة وهي تحتضن منارة الكنيسة، في علاقة وسمفونية جميلة تحكي للعالم كله: تعالوا انظروا، تعالوا انظروا لتروا مصر. ها هي مصر، مصر الأزهر الشريف، مصر الكنيسة الوطنية المصرية،
الأصيلة الوطنية مصر طيار الاستقلال، مصر بزعاماتها سعد زغلول موحد الأمة، مصر محمد نجيب، مصر جمال عبد الناصر، أنور السادات، مصر كل الرموز الوطنية، الإمام الطيب الوالد صاحب الفضيلة إمام عموم الإسلام في مصر والشرق الأستاذ الدكتور الإمام أحمد الطيب الأقصري، مصر قداسة البابا طوادروس، ذلك الرجل الوطني الجميل الذي أراد أن يتكلم معه بلسان واحد، لسان الانحياز إلى فصيل واحد، فجمعهم هو وأخذهم معه إلى رحاب مصر وإلى حضن مصر وإلى قلب مصر. حينما سألوه مشاكلك فقال لهم لا شأن لكم بها، مشاكلنا تحل على أرض مصرية بإرادة مصرية بإدارة مصرية. انت بتتكلم في ايه يا قداسة البابا؟ حرقوا لك الكنائس. فقال قولته الشهيرة الذهبية الخالدة: انحرقوا الكنائس فالكنائس والبنيان فداء للحرية والأوطان وفداء الإنسان، انحرقوها هنصلي مع أخواتنا المسلمين في الجوامع. طب دول حرقوا الجوامع، انحرقوا الجوامع هنصلي مع إخواتنا المسلمين في الشوارع. كلمة الآن رئيس تيار الاستقلال معالي المستشار أحمد الفضالي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحباً بحضرتكم جميعاً، ونحن نلتقي بكم عقب الانتهاء من جولة خارجية تستهدف في المقام الأول والأخير دعم مصر والوقوف بجانب مصر، تستهدف أن يعلم الجميع خارج مصر أن الشعب المصري لا تعلو إرادته أي إرادة أخرى. كان الهدف من هذه الجولة الأوروبية التي بدأناها بأثينا في اليونان ثم ألمانيا ثم سويسرا، الهدف هو إعلام العالم بحقيقة ما يحدث في مصر، إحاطة العالم علماً بثورة مجيدة، ثورة 30 يونيو، واستمرار المصريين في جني ثمار هذه الثورة. في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد لكي تخرج إلى مرحلة الاستقرار والذي عانت فيه من الإرهاب وعانت فيه من محاولات نشر العنف، محاولات تصدير الفوضى للشارع المصري، هذا التوقيت الذي ما زالت تعاني فيه مصر من مؤامرات دولية، ويؤسفني أن تكون هذه المؤامرات تتزعمها دويلة صغيرة هي قطر. هذه الدويلة التي من المفترض أنها دولة عربية شقيقة، ولكنها حادت عن طريق الصواب ولجأت إلى طريق التخريب والإرهاب. ولا نعلم كم لحكام هذه الدويلة، كم لديهم من إرهاب ومن وحشية ومن إجرام أرادوا أن ينشروه وأن يصدروه إلى عدد من الأقطار العربية. لا نعلم حتى الآن ما هي الدوافع البغيضة الخبيثة التي أدت إلى أن تقوم هذه الدويلة بهذا الدور، دور الخيانة للعرب والمسلمين. ما هي الدوافع التي جعلت من هذه الدويلة قطر، جعلت منها مقراً لإطلاق الصواريخ ومقراً لإطلاق الإرهاب ومقراً للتحريض ومقراً
لخطف فرحة المصريين ومحاولة خطف أنظار العالم إلى خديعة كبرى تسمى قطر. لذلك كانت الجولة التي بدأناها هي بمثابة الرد على كل محاولات هذه الدويلة ومن ورائها، بالتأكيد نحن نقصد من ورائها. كانت هذه الجولة يستهدف منها الرد على كافة الإدعاءات التي تصار بشأن مصر في هذه الأونة. كانت هذه الجولة بمثابة التحدي الأكبر. كان هناك من يخمن أن هذه الجولة لن تتم، كان هناك من يعتقد أن هذا الوفد لن يستطيع اختراق هذا الحشد القطري بأموال وعرق القطريين وبترول القطريين الذين ينفقوه على جماعات الإرهاب في أوروبا، الذين ينفقوه على بعض أعمال البلطجة والشغب لاستقبال أي وفد يحاول أن يوضح الحقيقة في أوروبا. ولكن خاب ظنهم جميعا، ورغم كل المحاولات التي بذلها رعاة الإرهاب، إلى أن الوفد المصري الذي أشيد به بكل قوة والذي يجعلني ضميري اليوم أذكر وبكل فخر عن هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال الذين أصروا على استكمال هذا المشوار ومواجهة أي تحديات، حتى لو كان في هذه التحديات تعريض حياتهم للخطر أو الموت. لذلك أؤكد لحضرتكم من هنا أن هذا الوفد كان له معنى خاص وله تأثير خاص. هذا الوفد كان بداية لانطلاق شعب مصر خارج حدود مصر. كنا نتحدث من قبل في هذه القاعة، وكانت أحاديثنا دائما لا تتعدى حدود مصر من أسوان إلى العريش وإلى مرسى مطروح، ولكن أردنا أن نصل بصوت الحق بصوت المصريين إلى كل بقاع العالم. فقصدنا الغرب، هذا الغرب الذي يتخذ منه منصة لإطلاق الإرهاب الفكري والإرهاب الإجرامي على مصر، هذا الغرب الذي ما زال يتأثر بآراء قلة وبأموال ومليارات كثرة، هذا الغرب الذي بدأ منذ الأيام القليلة فقط يطلع وبكل قوة على الحقائق كاملة، يطلع على الوضع المصري الراهن، يطلع على كل ما فيه إرادة للمصريين. هذا الوفد الذي نعتبره وبحق وفداً للدبلوماسية المصرية الشعبية التي تعبر عن شعب مصر، التي تعبر عن الأغلبية الساحقة وليس القلة المخربة، التي تعبر عن الشعب المصري صاحب الصوت وصاحب الحق وصاحب الإرادة. لم يكن متوقع بعد هذه الجولة الصعبة أن يأتي إلينا اليوم عدد من السادة أعضاء هذا الوفد الثوري، ولكن رغم أننا جئنا في ساعات متأخرة إلا أن عدد من السادة أعضاء الوفد، وأذكرهم بالخير، النائب حسين أبو جاد نائب رئيس حزب السلام، ثم الفنان القدير والأخ الذي يدعم منذ اليوم الأول قبل الثورة وبعد الثورة تيار الاستقلال ومبدأ الاستقلال بين المصريين، الفنان القدير الشجاع أحمد ماهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أحملها إليكم ممثلاً عن هذه المجموعة
التي أفخر بالانتماء إليها، مجموعة وفد شعبي خرج ممثلاً لجموع المصريين، وكان دافعه الأول الحماسة والغيرة الوطنية. بداية تحية للسيد المستشار أحمد الفضالي قائد هذه المجموعة وقائد هذا التيار الحر الذي آل على نفسه أن يقف كحائط صد في مواجهة تيار عات مجرم حاول وبضراوة تشويه الصورة المصرية بالخارج. سيادة المستشار أفاض وكلمنا عما تم في اللقاءات مع رموز الساسة الأوروبيين، ولكن تعالوا نقف طويلاً أمام الإنسان المصري المغترب حين تسمع منه إحنا قلبنا موجوع، إحنا ولادنا على مصر. طبعاً هذه النتيجة جاءت من خلال وكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية المأجورة والأخبار الملفقة وتشويه صورة المجتمع المصري والنظام الحاكم الآن، كل هذا سعياً وبإصرار من أجل تفتيت الدولة المصرية. كلنا يعلم ماذا حدث في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن، وهم يسعون وبإصرار إلى أن تدخل مصر داخل هذا الحزام المدمر. كان لهذا الوفد بالغ الأثر في طمأنة قلوب المصريين. اسمحوا لي مرة أخرى أن أسجل عظيم سعادتي وكل رضاي عن هذا الوفد العظيم الموقر الذي كان يتسابق في الدفاع عن مصر، شيء يفرح القلب الحزين. كل فرد واقف أسد سبع بيدافع عن البلد ومع أسانيده ومع قرائنه. لذلك أحمد الله أننا عدنا بنتائج كل رضا عنها. ومرة أخرى أسجل عظيم احترامي لهذا الوفد ولرئيس هذا الوفد السيد المستشار أحمد الفضالي. كما أننا نشيد بفضيلة الدكتور علوي أمين ممثل الأزهر الشريف والأخ القمص بولس عويضة ممثل الكنيسة المصرية. لا ننسى أن نذكر وبكل العرفان وبكل التقدير أرواح شهداءنا الأبرار الذين ضحوا كي تعيش مصر وكي نكون هنا في هذه اللحظة. أدامكم الله وعاشت مصر حرة أبية، صوتها عالٍ ورايتها خفاقة على مدى الأيام. شكراً.